صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. صباح الخير مشاهدينا، اهلا بكم. يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال. مشاهدينا، النهارده يوم الاثنين 20 يناير 2020، و25 من جماد الاول 1441. النهارده مشاهدينا الفقره الطبيه، وهنتكلم عن النحافه. اتضح ان النحافه اخطر بكتير من السمنه، لان العلاج بيبقى صعب، وكمان تشخيص الحاله المرضيه للنحافه بيبقى صعب جدا. هو يعتبر النحافه تعتبر ان هي الوجه الاخر للسمنه، فما تقلش خطوره ابدا عن السمنه، لان احنا لازم يكون عندنا وعي وثقافه امتى ان انا اعرف نفسي او اعرف ابني ان هو في بدايه النحافه. هنعرف النهارده مشاهدينا ايه هي اسباب النحافه وعلاجها طبعا، واهم حاجه التشخيص، مع الدكتور اسامه فكري استشاري التغذيه الاكلينيكيه واخصائي الجهاز الهضمي والكبد. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوارنا. يا صباح الصحه والخير والجمال، والشمس هي طالعه ما راحت. صباح الصحه والخير والجمال، والشمس هي طالعه ما. ورجعنا لكم مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم صباح الصحه والجمال. والنهارده بنتكلم عن النحافه، قد ايه النحافه شيء صعب جدا، امتى اكتشفها، امتى اعرف ان انا نحيف، طيب والعلاج ايه. طبعا هي ما تقلش عن السمنه برضو احنا اتكلمنا فيها، والمخاطر السمنه ايه هي، واتكلمنا كمان عن ان انا اعالج السمنه ازاي، وفي عمليات كتيره جدا. طيب النحافه ومخاطر النحافه هنعرفها النهارده، ومضاعفات كمان إذا أنا ما خدتش بالي من بدري وعالجت نفسي من النحافة، مع الدكتور اللي مشرفنا، الدكتور أسامة فكري استشاري التغذية الإكلينيكية وأخصائي الجهاز الهضمي والكبد. صباح الخير يا دكتور أسامة. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا، شرفتنا. الله يخليك، أهلا بحضرتك. النحافة يا دكتور أسامة يعني موضوع فعلا احنا ما بنتكلمش فيه كتير جدا، اهم حاجة بنهتم بالسمنة ومخاطر السمنة ونعالجها ازاي. لكن دلوقتي احنا بنكتشف ابننا بيبقى صغير عنده نحافة والام مش واخدة بالها. في البداية نعرف مشاهدينا ايه هي النحافة. تمام يا فندم، هو زي ما حضرتك ذكرتي من شوية، هو فعلا هي الوجه الاخر لقصة السمنة. النحافة هي يعني كلمة ما هياش دقيقة قوي، يعني كتير من الناس بيقولوا الكلمة ديت على مثلا فقدان وزن أو وضع صحي معين ما بيكونش فيه المريض أو الشخص قادر إن هو يكتسب مزيد من الوزن، يعني وزنه أقل من الطبيعي بتاعه. الاتنين بيتقال عليهم نفس الكلمة مع إن الاتنين مختلفين تماما. بالتأكيد القصة كلها عبارة عن إننا نوصل للتشخيص، يعني إحنا نوصل المشكلة فين، وبعد كده كل شيء بيمشي بشكل طبيعي. الشخص الرفيع من الممكن جدا ان هو يكون بيعاني من نفس المشاكل الصحيه اللي بيعاني منها الشخص اللي عنده سمنه. يعني مش معنى ابدا انه الشخص ان هو يكون رفيع ده معناه ان هو الامور تمام، ان الامور تمشي بشكل طبيعي، لا. من الممكن جدا ان اللايف ستايل بتاعه يكون غلط، يكون بياكل اكل سريع، بيكون بيشرب مياه غازيه، ما بيكونش بيتحرك، الامور ما تكونش ماشيه كويس. طبعا التغذيه بتبقى مهمه جدا وبتاثر على الحاله. بالتاكيد طبعا. يا فندم بالتاكيد. للاسف هو شايف انه المريض بيبقى شايف ان هو طالما ما زادش في الوزن الامور تمام، لا، هو الوضع ما بيبقاش بالشكل دوت. وعشان كده مهم جدا ان احنا يعني نبقى واصلين او بنتكلم على التعريف بتاع الكلمه ديت. كلمه النحافه ما هياش كلمه، مش عايز اقول علميه قوي، يعني هي ما هياش دقيقه. المشكله لازم تكون متحدده، هل احنا مش عارفين ان احنا نزيد في الوزن، ولا وزننا قليل ومش عارفين، عمالين بنخسر وزن كل فتره، بنخسر كتير من الوزن. وطبعا حسب نسبه الوزن اللي احنا بنخسره دوت ما بتكون الامور خطيره. يعني 5% من وزنك في الشهر غير مثلا 10% في الشهر اوقات كتيره،
عيانين دول بنحتاج ان احنا ندخلهم المستشفى عشان نعرف المشكله سببها ايه. طيب ما هي المشكله برضو ان اعرف ازاي ان انا نحيفه او داخله في النحافه مش عارفه يعني. تمام يا فندم. هو طبعا الوزن القليل بيبقى شكله ملحوظ جدا خلاص. يعني طبعا في حاجه اسمها بي ام اي او بادي ماس اندكس او اللي هو مؤشر كتله الجسم ده المفروض ان احنا بنحسبه. والشخص دوت لو الوزن بتاعه اقل من 18 ده كده بيبقى عنده سوء تغذيه بسبب قصه الوزن بتاعه. هي مشكلة النحافة برضو سوء تغذية. هي بتتحط برضو تحت بند سوء التغذية. صحيح. صح. طيب حضرتك بتقول الوزن، يعني أنا مثلا لو 170 يبقى وزني الطبيعي 70؟ لا مش بالبساطة دي، لا يا فندم. هو بنحسبها أولا، يعني خليني أقول لحضرتك إن الوزن ما هوش رقم محدد، الوزن رينج، يعني زي التحاليل كده ما بنشوفها بيبقى من رقم من كذا لكذا. فالشخص وزنه المثالي او الوزن الطبيعي بتاعه اللي هو ما فيهوش لا سوء تغذيه ولا فيه سمنه، يعني لا تحت ولا فوق، بيبقى من كذا لكذا. يعني لو افترضنا ان احنا بنتكلم، بس احنا يا دكتور اسامه بنحسبها كده يعني بالعاميه، يعني احنا بنحسب الطول بنقسمه فبيبقى الوزن. بس هو حضرتك لما هتلاقي ان المعادله دي لما نيجي نعليها يعني نلاقي مثلا 190 او 200، ده معناه ان الشخص لازم يكون وزنه 100 او 190، ما بتبقاش منطقيه يعني. واخد بال حضرتك؟ فهو الفكره ان فيها رينج، يعني تقريبا الشخص اللي حضرتك بتقولي عليه اللي هو 170 كيلو بنتكلم مثلا ان وزنه تقريبا طبعا هي بتتحسب بالظبط. لا هو طوله 170 ووزنه بيبقى 70، يعني تقريبا بنتكلم انه من 64 او 63 كيلو لحد مثلا 72 او 73 كيلو مثلا. طيب اعرف ازاي بقى ان انا نحيفه بقى؟ يبقى النسبه كام هنا بقى؟ طيب يعني بص حضرتك، اولا احنا محتاجين نجاوب، هل انا بفقد وزن؟ اولا بفقد وزن بشكل غير مبرر، يعني الشخص اللي هو مش بياكل خالص ده طبيعي انه يفقد وزن. الشخص اللي بيعمل مجهود كبير جدا وما بيعوضش ده باكل مناسب طبيعي انه يفقد وزن. لكن في واحد بياكل كويس جدا، بياكل في مواعيد منتظمه ومع ذلك بيفقد وزن. طيب النقطه الثانيه، من هنا بقى يعني، طب كمل النقطة عشان حضرتك نقول الأسباب. الأسباب شيء مهم جدا بالظبط، علشان تشخيص الحالة هو اللي بيخلينا نقدر نتجه فين. بالظبط يا فندم، بالظبط. في أعراض مصاحبة، يعني الشخص دوت عنده مثلا مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي، يعني حضرتك لو الجماعة يبدأوا يعرضوا فيديو ده مريض كان عنده إسهال مزمن، إسهال بيخش الحمام في اليوم أكتر من 5 أو 6 مرات. ده نزيف له علاقه بالتغذيه. الشخص دوت اللي بياكله تقريبا ما بيعرفش ان هو يمتصه وما بيعرفش ان هو يستفيد بيه، فبيفقد معادن، بروتينات، فيتامينات، عمال بيفقدها كل يوم. الفيديو شغال يا دكتور اسامه. تمام. ده منظار قولوني. احنا الشخص دوت اضطرينا ان احنا عشان نعرف سبب الاسهال بتاعه اضطريت ان انا اعمل له منظار معده وقولون، ودلوقتي المنظار دوت هيوضح لنا شويه صور كده عشان نبقى واخدين بالنا من الفرق. زي ما حضرتك ذكرتي سوء التغذيه ديت طلع ان سببها ان في سوء امتصاص. يعني عشان نكتشف ايه الاسباب النحافه انا بعمل منظار. لا مش دايما طبعا، مش كل الحالات، بس الحاله دي بالتحديد. انا بدي مثل يعني، واخد بال حضرتك؟ المفروض ان احنا بنفحصه طبعا. اولا بنبقى محتاجين ان احنا نشوف هل في حاجه غلط في المريض دوت ولا لا، يعني الشخص دوت بياكل بشكل طبيعي، بيتحرك بشكل طبيعي ولا لا. طيب نبدا نعمل له تحاليل الاول، نعمل له شويه فحوصات زي الاشعه مثلا، بعد كده نبدا نلجا للمنظار. وطبعا حتى المنظار دوت احنا بناخد منه عينات، يعني احنا بناخد عن طريقه عينات وبعدين بتروح تتحلل عند دكتور الباثولوجي او في معمل الباثولوجي وبيدينا نتائج. وهنا فعلا كان في نتيجه، والنتيجه كانت مهمه جدا بالنسبه له. لقيت حاله، طلع ان هو عنده حساسيه من نوع معين من الاكل، وده عامل له سوء امتصاص. انت عارف حضرتك انه الامعاء ديت بتبقى مليانه مصات بنقول عليها فيلاي او مايكرو فيلاي، ديت بيبقى هدفها انها تمتص الاكل. لما بيحصل نوع من الحساسيه بيحصل شكل من اشكال الالتهاب، بيقفل المصات ديت وبيحصل سوء امتصاص، والاكل بيفضل محبوس في الامعاء وبينزل بشكل اسهال. فطبعا الشخص دوت ما بيستفدش من الاكل بتاعه بالرغم ان هو بياكل كويس جدا. هنا المشكله مش مسالتها او فكرتها بس ان الشخص ده مش بيزيد في الوزن او ان هو شكله مش عاجبه، لا ده في وضع صحي. الشخص دوت في خطر، في انذار، عايزين نعرف الاسباب ايه. اسباب النحافه طبعا هي دي الاساس، وعلى فكره بتبقى متعبه جدا يا دكتور اسامه. برافو عليكي. القصه كلها في التشخيص. القصه كلها في احنا محتاجين نشوف ايه الغلط وبعدين نبدا نصلحه. مع العلم ان احنا برضو لازم نحط في بالنا ان في اسباب وراثيه، يعني في شخص رفيع بسبب ان هو رفيع، في شخص بيبقى رفيع لان هم كلهم رفيعين، يعني تلاقي باباه رفيع، مامته رفيعه، دي بتبقى خلقه ربنا يعني، بيبقى هو كده خلاص. بس برضو المفروض ان هو يحافظ على صحته.
في الوضع اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه زي ما قلت لحضرتك كان فيه حساسيه، وكان الحل الوحيد بعيدا عن الادويه، بعيدا عن المكملات، بعيدا عن الادويه او الدهانات اللي بتزود الوزن اللي هي للاسف ملهاش اساس علمي، خلاص ما في اخطاء كتيره بنسمعها طبعا علشان تتخن علشان بالظبط كما لو كان الامور يعني، فاحنا طبعا بنحذر منها، دي كلها حاجات غلط بتأكيد. هنا كان ان هو محتاج يشيل العنصر اللي كان عنده حساسيه منه من الاكل بتاعه، كل شيء يمشي بشكل طبيعي، الراجل يقدر يمتص، الاسهال بتاعه يبدا يقف، يبدا عفوا البراز بتاعه يبدا يمسك نفسه، يبدا يمتص او يستفيد من الاكل اللي هو بيبدا ياكله، يبدا وزنه يتحسن. طبعا اول ما يحس باعراض ايه يا دكتور يتجه على طول الى والله يا فندم الدكتور؟ يعني حضرتك بتقول مثلا الحاله دي طبعا اكيد طبعا قعد شويه ما عمال يستوعب هو عنده ايه، ولا وخد ادويه طبعا كلها غلط ومضادات حيويه، وطبعا اول حاجه بنبتديها فعلا مضاد الحيوي بالظبط فعلا بالظبط حاجات غلط كلها. فيعني خليني اقول لحضرتك انه يعني يا ريت الشخص اللي عنده مشكله زي كده ما يجربش في نفسه، يروح للدكتور وياخد بعضه كده ويروح للدكتور على طول. ليه يا فندم؟ لانه يعني خليني اقول لحضرتك المشكله الحساسيه اللي موجوده، حساسيه القمح مثلا اللي هي كانت حاله من الحالات اللي زي اللي انا بتكلم عليها دي، موجوده مثلا في امريكا من 1-2%، يعني في 3 مليون ما ياكلوش عيش وما ياكلوش اي حاجه فيها منتجات الجلوتين، الحاجات اللي فيها جلوتين، خلاص؟ طيب 83% مش متشخصين. مش متشخصين عندنا هنا في مصر؟ احنا ما عندناش ارقام طبعا، لكن انا بتكلم مثلا على وضع زي امريكا حيث ان هم ما بيستهلكوش عيش زي عندنا، عشان تبقى عارفه يعني احنا مشهورين جدا في استهلاك العيش، خلاص؟ والحمد لله يعني صحتنا حلوه جايه عليه كويس، دي اهم حاجه. فعايز اقول لحضرتك انه 83% ما بيبقوش باينين، ليه؟ لانه الاعراض الحقيقه ما بتبقاش واضحه. الشخص دوت كان عنده اسهال بشكل صريح، بس مش كل المرضى كده، مش لازم يكون عنده اسهال، ممكن يكون عنده شويه انتفاخات، يكون عنده شويه كركبه، يحصل له طفح على الجلد بتاعه، يحصل شويه التهاب في المفاصل. في دراسه السنه اللي فاتت في 2018 اتنشرت، لقوا ان العيانين دول 26% منهم بيعانوا من صداع مزمن غير مفهوم، مش مفهوم سببه ايه، واخد بال حضرتك؟ الشخص دوت محتاجين ندور، يعني مش مساله، وطبعا بياخد ادويه طول الوقت، حتى هم كانوا بيتكلموا في الموضوع دوت. طب دكتور اسامه ناخد اتصال ونكمل اسباب النحافه. صباح الخير دينا معانا. الو اتفضلي. بقول لحضرتك انا مامتي 130 كيلو، بس انا كنت عايزه اعمل لها جيم، ممكن بس اقول لها اعمل لها ايه؟ وبتاخد علاج برضو ما بينفعش معاها. تمام يا فندم. 130 كيلو؟ اه ماشي يا دنيا. اي سؤال يا دكتور؟ سنها قد ايه يا بابا؟ سنها عندها 53 سنه. 53 بتعاني في اي مشاكل صحيه عندنا؟ بتعاني من اي مشاكل؟ لا ما عندهاش، هي رجليها بس على طول المفاصل ركبتها وجعاها. تقدر تمشي ولا ما تقدرش تمشي؟ بتمشي بالعافيه ساعات وساعات. اوكي تمام. قلتي وزنها قد ايه؟ 118؟ 130. 130 بناخد مسكنات؟ هي بتاخد مسكنات عشان صداع. تمام يا فندم تمام. الف سلامه يا دنيا وتابعيني حبيبتي الدكتور اسامه يرد على حضرتك. طيب هو الحقيقه يا فندم يعني هو ده وضع شائع جدا في السيدات المصريات، خلاص الوضع للاسف بيوصل يعني احنا بنستنى عليه لحد ما بيوصل لوضع صعب شويه. ده اللي بنتكلم عليه دكتور اسامه، التوعيه، ولازم نعرف كل اعراض الجسم يعني بتدل على ايه والتشخيص ايه، علشان فعلا هي دلوقتي عندها صداع مش عارفه من ايه، طبعا وزنها، ركبها طبعا، مسكنات ومسكنات. تمام. بص يا فندم هو خلينا نبقى صراحه او يعني نحط قاعده مهمة جدا، أي خسران وزن في الدنيا بدون حركة، وهنا في الوضع هنا يعني مشي، بيبقى مش صح، بيبقى مش مظبوط، خلاص؟ يعني وغالبا ممكن يرد بمنتهى السهولة، خلاص؟ إحنا عشان هنا نطلب منها إنها تمشي، إحنا عندنا مشكلة في المفاصل، وهي عندها حق جدا، الوزن بيضغط على المفاصل بتاعتها، وبالتالي ما بتقدرش إنها تمشي، فبتقعد، فبيزيد الوزن بتاعها، فبيضغط على المفاصل، دايرة مفرغة، خلاص؟ طيب وطبعا يعني حطي جنب دوت المسكنات اللي هي بتاخدها، طبعا الجماعه دول يعني امهاتنا قصه المسكنات بالنسبه لهم بيستسهلوها جدا. وللاسف المسكنات دي مؤذيه جدا طبعا، جداً. بتضر المعده، الجهاز الهضمي، الكبد، الكلى، اول حاجه الكبد، مشاكل كتيره جدا. فطبعا بتفضل انها تاخد المسكنات ديت لانها، والبرد لما بيزيد بيبدا ينقح على رجليها، وبتفضل انها تاخد المسكنات ديت وبيعمل لها مشاكل، وده على فكره ما بيوقفش زياده الوزن، خلاص؟ واكيد التغذيه مش تغذيه سليمه، دي قصه ثانيه. يعني التغذيه شيء اساسي جدا. تمام. طيب العلاج ايه يا دكتور اسامه؟ تنصحها يعني احنا لو بنتكلم هنا على
نظام غذائي. طبعا هو يعني زي ما بقول لحضرتك احنا محتاجين ان احنا نشوف الحاله، مش المفروض ان يكون في نظام غذائي ثابت لكل الناس، لا بيختلف من حد للتاني. في الحاله اللي هي بتاع في الحاله ديت هنحتاج بزمايلنا بتوع العلاج الطبيعي عشان نشوف قصه المفاصل او الحركه البديله لموضوع المشي، محتاجين ان احنا نطلب لها تحاليل كامله وبناء عليها نبدا نكتب نظام تمشي عليه مع الحركة. العلاج الطبيعي لحد ما الوزن يقل وتبدا انها تتحرك. هي لازم حتى في البيت يا دكتور اسامه تتحرك، والتغذيه طبعا شيء مهم جدا خصوصا بعد سن هنقول 45 كمان، يعني السيده لازم تهتم بصحتها اكتر. وفي حاجات ما ينفعش تاكلها خالص، خلاص بقى المسبكات والحاجات دي كلها، وتقلل طبعا العيش، وفي حاجات زي الفاكهه والالبان والحاجات دي، بس على حسب صحه كل شخص. بالظبط يا فندم، حسب كل حاله. طيب نقول الاسباب كمان يا دكتور اسامه، اسباب النحيف حضرتك قلت ممكن تكون اسباب وراثيه دي طبعا ده سبب. زي ما قلت لحضرتك اللي داخل من الاكل، اولا لازم مش مساله كميه الاكل بس، لازم نوعيه الاكل كمان تبقى مهمه جدا بالنسبه لنا، يعني لازم نختار تنويع من الاكل بتاعتنا تبقى مناسبه جدا لاحتياجاتنا سننا وللمجهود اللي احنا بنعمله. خلاص الحاجه الثالثه، ناس كتيره بتربط الاكل بقله الجوع او بجوع، يعني يقول انا ما بجوعش، وبالتالي الاكل اللي بياكله بيبقى حاجه بسيطه، وممكن يشرب مثلا كوبايه قهوه او يشرب كوبايه شاي، وبالتالي هو بالنسبه له طالما هو مش جعان يبقى هو مش محتاج ان هو ياكل ومبسوط. بالظبط، وبيؤدي شغله كويس والدنيا ماشيه وبتاع. طبعا ده طبيعي ان هو بس بعد كده على المدى الطويل هيلاقي نفسه وقع في حاجات كتير. بالظبط يا فندم، فدي دي اسباب. زي ما قلنا من شويه مثلا انه لو حد عنده اسهال مستمر ده محتاجين نفحص الجهاز الهضمي بتاعه. طبعا لو واحد في دلوقتي بدا الموضوع ده ينتشر الى حد كبير، البنات الصغيرين بيحصل لهم هوس عصبي شويه بموضوع زياده الوزن، وبقى في قصه ان هم لازم ارفع قوي عند يعني وزن معين. صحيح، ده حتى صحيح. ملكات الجمال كانوا بيرفعوا لدرجه نحافه، يعني لدرجه ان هم بيموتوا. بص يا فندم، هو الموضوع دوت دي حاله موجوده، يعني حاله عصبيه وبتبقى محتاجه علاج نفسي في وقت من الاوقات. يعني كمان اسباب النحافه طبعاً. النفسيه طبعاً. الحاله النفسيه بالتأكيد. طبعا بتاثر بالتاكيد طبعا. وزي ما بقول لحضرتك بيبقى مشهور جدا انها بتبقى في البنات الصغيرين اللي خايفين ان هم يزيدوا في الوزن، او متاثرين بمودلز معينه بيشوفوها وبيبقوا عايزين يطمحوا ان هم يوصلوا للوزن ده، لما بياكلوا معدتهم بتلخبط وبيخش التويلت علشان يخرجوا الاكل. بالظبط، عشان هم يستفرغوا الاكل دوت. دي حاجه برده بقت موجوده جدا. برضو احد اسباب سوء الامتصاص اللي احنا بنسببها بايدينا ان احنا بنلخبط الاكل على بعضه. البني ادم بياكل وبعدين ياكل حلويات وبعدين يشرب وراها كوبايه قهوه وبعدين يشرب حاجه ساقعه وبعدين يشرب مش عارف شاي، الحاجات دي كلها بتعمل شكل من اشكال سوء الامتصاص. يعني اذا ما كانش على مستوى المكونات بتاعه الاكل نفسها، على مستوى الفيتامينات والمعادن، ده شكل من اشكال سوء الامتصاص. حاجه يا دكتور، الجسم يعني هو ذكي جدا طبعا، فاحنا لازم نتعامل معاه برضو بذكاء. ان انا اهتم بصحتي، اخد بالي هاكل امتى. صحيح. الوقت صحيح. مهم جدا، الكميه مهمه جدا. صحيح. طبعا بالليل ليا نظام تاني خصوصا لما يكون انا نحيفه. طيب ناخد تليفون معانا ونكمل حوارنا. صباح الخير. صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك، مين معايا؟ مدام مريم. مريم اهلا يا مريم، اتفضلي حبيبتي. لو صراحة هو انا عندي 34 سنه وجسمي ما بيزيدش خالص، غير لو زاد ممكن كيلو 2 كيلو مش اكتر من كده. طب وانت وزنك قد ايه؟ يعني في 58 وطولي 100 يعني 160. الوزن كام معلش؟ 58 يا مريم؟ وبنقص بنزل لحد ال 50، يعني نزلت بزيد 8 كيلو وارجع تاني اخسهم اوصل لل 50 تاني، ما بزيدش اكتر من كده. بس انا عملت تحاليل وعندي سوء هضم. وبرضه زي الدكتور ما قال دلوقتي، انا فعلا اوقات كتير ما بجوعش خالص خالص، ومع اني يعني ما فيش اي حاجه، بس يعني بدون سبب ما بجوعش خالص. طول اليوم ممكن ما تاكليش حاجه. حاجات بسيطه جدا قوي قوي قوي، يعني حاجات بسيطه. و34. اي سؤال يا دكتور؟ قولي لي يا فندم، احنا في اي علاجات ماشيين عليها او بناخد اي ادويه؟ لا خالص يا دكتور. قولي لي مدام، حضرتك بتنامي كويس بالليل ولا لا؟ ايوه. مفيش عصبيه، مفيش نرفزه؟ لا لا هاديه يعني. لا في المعقول، مش يعني عادي في عصبيه بس بتاعت اليوم يعني. تمام يا فندم، تمام. طيب يا مريم يا حبيبتي، الدكتور اسامه يرد على حضرتك. تابعينا. 34 سنه. تمام يا فندم. اولا هو سوء الهضم مشكله كبيره جدا. بص يا فندم، في نقطتين هنا. اولا النقطه الاولانيه انه الوزن اللي الاستاذه بتحكي عليه
هو ما هوش وحش، يعني هي وزنها حلو 58 كيلو ده كويس خلاص، وطول 160 فحلو بالظبط. هي هي بت 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 هي عايزه تخس، يعني هي شايفه ان هي مش راضيه عن الوضع دوت خلاص، بسبب بغض النظر عن الاسباب يعني، بس هي مش راضيه عن دوت. هي بتقول انها مش بتاكل ومش بتشعر بالجوع، وبتربط دوت بان هي خست تقريبا 8 كيلو. هنا جوده خسران الوزن ده مشكوك فيها. هنا هي بتخس لانها مش بتاكل، ده مش كويس. ده هنا يعني لو حطينا اللفظ العلمي هي بتتخن، لان هي بتخسر من الجزء البروتيني اللي موجود في جسمها، فنسبه الدهون اللي موجوده في جسمها زادت، فمن حيث التعريف هي تخنت طبعا. دوت هيبقى معاها. طب يا دكتور لو هي عايزه تتخن يعني، انا جاي لحضرتك الوضع هنا هنا هتلاقيها بقى تعبانه، جسمها مكسر، لو عملنا تحاليل بتاعتها التحاليل ممكن يبقى فيه نقص في الكالسيوم، ممكن يبقى فيه نقص في القصص دي كلها. قصة إنها تتخن ما بين قوسين، هي محتاجة إنها تزيد في الوزن، جسمها بيبقى مستني. هي لو أكلت بشكل طبيعي بشكل مناسب للحالة بتاعتها الوزن ده هيرجع يرد تاني، ودي حاجة مش وحشة على فكرة، لأنه غالبا ده جزء بروتيني. النقطة التانية هي قصة سوء الهضم. كتير للأسف من الناس لما بيعملوا عفوا تحليل براز وبيلاقوا فيه ألياف في البراز بيظنوا إنه كده مفيش هضم. حقيقة يا فندم هو ده لا مش كده يعني، للأسف هو الألياف دي وظيفتها إنها تبقى موجودة في البراز طبيعي، هي ما بتمتصش يعني. إحنا كبني آدمين ما بنقدرش مثلا إن إحنا نمتص ألياف معينة زي عفوا زي البرسيم مثلا. ففي ألياف موجودة في الأكل دي وظيفتها إنها تنزل في الأمعاء وتنزل في البراز زي ما هي من غير ما تتهضم، ما ينفعش طبعا يا دكتور. هو في الأول وفي الآخر برضو نرجع نقول التغذية السليمة مظبوط، والوقت في التغذية السليمة، ما نجيش بالليل آكل وأقول عندي ده سوء هضم أو أنا أو ما أتحركش قاعدة 24 ساعة وكل يوم. طيب العلاج إيه يا دكتور؟ طرق العلاج بقى لمخاطر النحافة يعني. بالظبط يا فندم، هو دلوقتي إحنا بنبقى محتاجين إن إحنا نشوف السبب. يعني مثلا الأساتذة عندهم صور هنا لو يبدأوا يعرضوها، للاسف الوقت مش يعني لو قدروا نبقى نكمل. اولا طبعا احنا محتاجين ان احنا ندور على السبب خلاص. يعني لو افترضنا مثلا ان احنا عرفنا ان عندنا مشكله ليها دعوه بسوء الامتصاص، ليها حساسيه، خلاص يبقى الجزء اللي فيه حساسيه ده ما يدخلش الجهاز الهضمي خلاص. ما يدخلش، دي شكل من اشكال الحساسيه. لو احنا عندنا مشكله في الانتيك او في شكل من اشكال الاكل، محتاجين اننا نعدل الكلام دوت ونعدل النوعيات بتاعتنا. لو احنا محتاجين مكمل بروتين، ده الوضع الطبيعي بتاع الامعاء. الصوره اللي بعد كده بقى يعني، بص حضرتك الصوره، الامعاء لطيفه جدا. بص الصوره بعد كده، بص الامعاء. يمكن الصور حتى كمان اللي بعد كده محببه او ملتهبه جدا بشكل كبير. ده كمان، ده احنا لسه ما كناش اخذنا منها عينه، احنا لما اخذنا العينه بقى وراحت المعمل اكتشفنا بقى وشخصنا الحاله، فبالتالي بنتجه الى الطريق السليم، لان طبعا اسباب النحافه اسباب كتيره جدا صحيح. جدا صحيح. فطبعا للاسف الوقت مش هيكفي ان نحقق. وطبعا يا دكتور لو انا ما خدتش بالي بقى من النحافه فبتقابلني مضاعفات كتيره، نقولها بسرعه للمشاهدين. طيب هو يعني المضاعفات برضو ليها علاقة بالأسباب، بس بافتراض أننا ما بنزيدش في الوزن بنبدأ يعني يبقى عندنا مشاكل بالنسبة للمعادن والفيتامينات بتاعتنا، المناعة بتاعتنا منخفضة بتقل. سهل جدا أن احنا نلقط عدوى بمنتهى البساطة. خليني أقول لحضرتك أنه على المدى الطويل حدوث الأورام من عدمه يعتمد على مناعة البني آدم طبعا، مناعتك قوية ولا ضعيفة صحيح. ومناعتك قوية من الأكل طبعا. صحيح يا فندم صحيح. نقص المعادن والفيتامينات أشهرها الكالسيوم، وخصوصا بالنسبة للسيدات يبدأ تلاقي الواحدة من دول إن عظمها بينقح عليها أو بيوجعها. الركب أول حاجة والظهر طبعا صح. خبطة بسيطة تلاقي رجليها ما بتخفش، تروح تعمل أشعة تلاقي في شرخ مع إنها خبطة وما بيقفلش يعني بصعوبة أو بسهولة. صوت الشعر طبعا والمشاكل اللي بيحصل، عدم التركيز، وده مهم جدا لأولادنا اللي بيمتحنوا في طبعاً. الوقت دوت عدم التركيز، وإن هو ما يعرفش إن هو يركز أو يفتكر الكلام اللي هو كان لسه مذاكره، فطبعا بتأثر على الجسم كله. وبعدين إحنا بنرجع نقول من إيه، فلازم يكون عندنا وعي وثقافة إن النحافة لازم ناخد بالنا منها جدا جدا. بشكرك جدا يا دكتور أسامة، وإن شاء الله يكون لنا لقاء تاني بإذن الله. ميرسي مشاهدينا، يا رب تكون الحلقة عجبتكم. أهم حاجة إن إحنا فعلا يكون عندنا وعي إن أنا عندي أعراض من إيه وأخد بالي، ومش أي حاجة أخد مسكنات وأدوية على طول في البيت، لازم أتجه للطبيب المناسب طبعا، علشان أهم حاجة صحتنا، وكمان الجمال بيجي من الصحة طبعا. بنشكر ضيفنا العزيز النهاردة الدكتور أسامة فكري، استشاري التغذية الإكلينيكية وأخصائي الجهاز الهضمي والكبد. مشاهدينا أشوفكم في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة، وصباح الصحة والجمال.